حضرنا هذا اليوم إلى مبنى مجلس محافظة نينوى، وكان لنا لقاء مع سيد رئيس مجلس المحافظة الأستاذ سيدو تشتو وعدد من أعضاء المجلس، وكان برفقتنا مدراء فروع شركات التجارة في محافظة نينوى. وكان الموضوع الأهم هو الواقع الزراعي والتهيئ لموسم التسويق القادم 2019، وتم إيجاز الأماكن التي يتم التسويق إليها والطاقات الخزنية بخصوص الموسم التسويقي. أيضا تم مناقشة يعني مفردات البطاقة التموينية والمشاكل الموجودة لدى مدراء الدوائر، وأيضا بخصوص مادة الطحين وإيصالها إلى الوكلاء. وكان هناك مناقشة لجميع الأمور، و أوعز السيد رئيس المجلس بتلبية تلك المعوقات إن شاء الله بالقريب العاجل إن شاء الله.